السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة سمسم، كنتمنى لكم تكونوا على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد اللي غادي يحبوا بزاف الأمهات. أنا نورمالمون كيفاش نحضروا وليداتنا ان بيسكوي اللي يكون صحي إلى حد ما، ما يكونش فيه سكر بزاف، في مكونات اساسيه وضروريه للتكوين اللي كيكونوا في مرحله النمو. ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف، اللي هو كوكيز بالفواكه الجافه وما فيش كميه سكر، كتكون بسيطه وما كان يعني كيكون كبديل كبديل البسكويت اللي كان نورمالمون اي ام كتشري من برا ولا هذا، نحاولوا انا نحضروا لهم في البيت ديالنا وكيكون صحي. وهذا هو اهم حاجه، هي كلنا كنخافوا على صحه وليداتنا ونحاولوا نعوضوهم على السكر، ما يولفوش داك لوغو اللي كيكون حنا نورمالمون كبرنا نورمالمون مولفين اي حاجه يكون فيها السكر ولا هذا. شحال ما قدرنا ان نورمالمون نقص لهم من السكر، هذا مزيان لهم بزاف وكي قوي المناعة ديالهم، وكل الأمهات عارفين هادشي. هنايا نبداو بالمكونات ديال هاد الكوكيز هذا. على بركة الله هنايا عندي واحد 60 غرام ديال الزبيب، بيان سور خصو يكون مغسول ومنشف. هنايا عندي 100 غرام ديال اللوز اللي محمر، مسوح ومحمر ومهرمش بحال هكدا، كيبقاو فيه طريفات كبار يبينين. هنايا عندي 80 غرام ديال الزبدة. هنا عندي معلقه كبيره وحده عامره ديال السكر البني، الا ما عندكمش سكر بني ممكن نعوضوه بالسكر الابيض. هنا عندي معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا او نشا الذره. هنايا بيضه وحده. هنايا عندي فلوكو دافوان ولا شوفان، عندي ولا واقيلا هو كيقولو تا الخرطال جو بونس، المهم هو هذا كما كتشوفوا معايا. هنايا عندي كاس صغير ونص، كاس صغير ونص، يعني اللي كاين ناس اللي كتعبر بالكاس العنبة ولا، المهم كاس صغير ونص هو اللي نخدمو به، اللي غادي يكون نعبر به المكونات الثانيه اللي كتستعمل اللي غنقول لكم عليها بالكاس. هنايا هاد الشوفان شنو عملت له، حمرتو شي شويه باش يجي لوكو ديالو احسن، وكانت السعرات الحراريه كتنقص منه رغم انه هو صحي جدا، يعني كالياف كما كنت انا نورمالمون هضرنا عليه في واحد لوكي كنا عملناها صحيه، كنا عملناها بالماوس. الى رجعتوا الفيديوهات ديالي السابقه غادي تلقاوها. نورمالمون شوف المكونات ديالو مهمه جدا للاطفال، وانا نورمالمون في الياف ماشي الاطفال بوحدهم، لينا والاطفال وكل شيء. احنا كما حتى بالنسبه للكبار، الناس اللي باغا تنزل من الوزن ديالها، يعني الا تمت بالاكل ديال الشوفان غادي بالفعل يعاونها، لانه هو سعرات الحراريه كتكون بسيطه. هنايا عندي البيبيتو شوكولا، هاد الحبيبات الشوكولا اللي خص تكون شوكولا يعني نسبه الكاكاو تكون مرتفعه، شوكولا سوداء هي اللي كتكون صحيه اكثر، الا ما كانش اكيد يعني تستعملوا شوكولا اللي كتكون ديال بالحليب او اي شوكولا ثانيه اللي عندكم. هنايا عندي لافاني واحد جوج المعلقات صغارين. هنايا عندي معلقه ديال العسل، وهنايا عندي كاس لا ربع، هذا كاس صغير لا ربع، كاس لا ربع ديال الدقيق الابيض. هنايا ممكن نعوضوا الدقيق الابيض بناخذوا كميه من الشوفان ونعملوها نطحنوها ويتكمل لنا ينكونوا دقيق، نعوضوه بالدقيق الابيض احسن، يعني يكون صحي اكثر. غادي نزيد واحد البيكربونات دو الصوديوم، هي ما حطيتهاش هنايا، نسيتها في الحقيقه، غادي نحطها حتى هي نورمالمون غنضيفوا واحد نص معلقه ديال بيكربونات الصوديوم. ودابا ان شاء الله غادي نمروا لتحضير هاد الوصفه هادي، فخليكم معايا ان شاء الله للاخر. هنايا اول حاجه غادي نبداو بالبيض مع السكر، ودرت قبيصه ديال الملحه. ما الخليط ولا لنا بحال هكذا، غادي نضيف الزبده اللي عندي كما قلنا 80 غرام، غادي نضيف لافاني ديالي، وغنضيف العسل كمان، غنضيف العسل حتى هو، ونستمر في ضرب هذه المكونات كامله. كما كتشوفوا معايا عملت شوفان،
عملت اللوز هنايا الزبيب هنايا غنضيف كمية ديال الشوكولا هنا الاول نقوم بخلط هاد المكونات كما كتشوفوا معايا وعنضيف لها النشا والدقيق الابيض باش نكونوا متاكدين ان المكونات كلها مخلوطه ما يكونش عندي جهه فيها لافوان كتير ولا فيها شوفان كتير ولا لي فوي سيك في جهه ثانيه كنفضل ان نورمالمون نحركوا هذه المكونات كامله ومن بعد غنضيف لها الدقيق كما قلنا هنايا كما كتشوفوا معايا عملنا الدقيق الابيض والنشا وغنضيفو بيكربونات الصوديوم هنايا لتفادي اي كويرات ونخلطو هاد المكونات مره ثانيه هنايا غنضيفوه للخليط الاولاني كل المكونات ومن بعد غنكملو في الخلط المكونات حتى يولي عندنا خليط منسجم. اللي بغيت نقول لكم على هاد لو بيسكوي او الكوكيز هذا ديال اللي قلت لكم على انه نورمالمون نحضرو خاصه للاطفال كاين كثير منا كيبغي لي بيسكوي مي الاطفال كي نحاولوا نعمل لهم حاجه اللي صحيه ونرضيوهم ان كيلقاو فيه لي شوكولا كيعجبهم وهذا وفي المكسرات خاصه الوليدات اللي ما كيبغوش كاع لي فرويسه كنلقاو امهات بزاف كتشكى كتقول لك لا راه وليداتي ما كيبغوش انا ياخذوا ليا هادشي المهم الطريقه كاينه عده طرق اللي ممكن وليداتنا ياكلوا فيها الحوايج اللي صحيه وتكون ونرضيوهم حتى هما فرحانين بالبسكوي وهذا ولاني راه هو ديجا يعني مكوناته كلها صحيه 100% نخلطوا هاد المكونات كامله كيما قلت لكم يولي لنا خليط منسجم هادشي كي كما كتشوفوا هنا الخليط عندي واجد والمكونات كلها باينه غادي يمكن لينا نحطو دابا في الثلاجه واحد المده ديال ربع ساعه حتى 30 مينوت او 30 دقيقه من 15 دقيقه حتى 30 دقيقه في الثلاجه الوقت اللي نوجدو القلب ديال الفران ولا صينيه الفران اللي غنحطو فيها باش عاوتاني تجمع لنا لان ديجا غادي نحطوها فاش نكونوا كنعملوها غنعملوها بالملعقه الا كان عندنا مثلا ملعقه ديال لي كلاص ولا شي حاجه اللي باش انا نورمالمون تحافظ لنا على الحجم ديالها كيكون مزيان المهم دابا نحطوها في الثلاجه لو طون اللي نوجدو لي مول ديالنا الخليط ديال الكوكيز من الثلاجه كيولي متماسك ما كيبقاش العجينه ديالنا يعني سايحه شي شويه ولا هذا لا كيتماسك كيجمع لانه الزبده هي اللي كتخليه يتماسك مع بعضياته العسل حاجه اخرى اللي بغيت نورمالمون درت عليها في الاول الفيديو اللي هو السكر البني الا ما عندناش كنبدلوه بالسكر الابيض العادي سكر الخشن مي السكر البني كيعطي واحد البنه اللي كتكون يعني كيعطي واحد لوكو ديال الكراميل حاجه اخرى اللي عنده العسل طبيعي يغير هذاك السكر ما يستعملش سكر ما يستعملش السكر نهائيا ويستعمل العسل يعمل جوج معلقات بلاصه معلقه واحده باش كيكون وصفه صحيه 100% وكنكونوا يعني ما عملناش فيها السكر خاصه لوليداتنا دابا يمكن لينا هنا كما قلت لكم توتالور انا نورمالمون يمكننا ناخذ بالملعقه الا عندنا الملعقه اللي كتكون نستعملوا بالملعقه يمكننا نستعملوا يدينا نعملوا نشكلوا كريات ومن بعد لانه هي واخا تشكل الكريات سي با لا بين باش تضغطوا عليهم ولا هذا لانه ديجا في الفوغ هما كينزلوا انتم عارفين ديجا لي كوكيز كياخذوا واحد لا فورم ديالو لانه ديجا الخليط ما كيكونش بزاف فيه ديال الدقيق او الحاجات اللي كتخليه متماسك باش كيبقى مهرمش وهذا ما يعني لا تيكستور ديالها لا تيكستور ديالو كتبقى مزيانه دابا نمروا لتكوين هذوك لي كوكيز ديالنا هنايا كما قلت لكم
خدينا الشكل ديال لي كوكيز، عملنا ايكوايرات وضربنا عليهم شويه، لانه ديجا كما قلت لكم هو اون فوا كنحطوه في الفراد كياخذ لا فورم ديالو او الشكل ديالو، لانه كي هو بحال كيسيح شي شويه. حتى الاسباس الا لاحظتوا معايا خصنا نخليو الاسباس كافي باش الا كبروا ما يعني الحجم ديالهم كيتزاد ما يكونش مشكل وما يتلاصقوش لينا. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم عليها اللي ما نسيت ما قلت لكمش في الاول وانا خدامه بالنشا ايتو، هذيك النشا هي كتعطينا كتخلي لي كوكيز هشاش، كيعطيهم واحد المذاق واحد لا تيكستور لي زوينه بزاف. ممكن نعملو ملعقه، انا عملت ملعقه كبيره، ممكن تعملو ملعقه حتى جوج المعالق. حاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها هي بالنسبه للدقيق، كما كنقول لكم دائما لانه على حسب الدقيق كل واحد وكيفاش عامل، على حسب النوع ديال الدقيق واش داك الدقيق كيشرب المكونات السائله ولا ما كيشربهاش. هذيك ساعه نتوما يعني كتبقى عندكم ميزانكم بالنسبه للخليط، خصو يجمع شي شويه، خصو يكون مجموع شي شويه. ومن بعد باش كنعاونو انا نورمالمون ما يبقاش يتلاصق ولا هذا، كنحطوه في الثلاجه كما قلت لكم 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، ومن بعد كنشكلوا منه الكويرات وكنضغطوا عليها شي شويه وكنحطوها في الفوغ. الفوغ غادي نحطوها في الفران لمده 15 دقيقه في 180 درجه. هنايا بغيت نوري لكم من بعد ما تحمروا لنا في الفران بهذا الشكل كيجي وكياخذوا له الشكل ديالهم ديال لي كوكيز، فريمون رائعين والريحه ديالهم اللي طالعه فريمون كتشهي كيشي. وان شاء الله الا احترمتوا هاد المقادير ان شاء الله غادي تكون الوصفه ناجحه 100%، وانا كما قلت لكم وصفه صحيه خاصه للاطفال ديالنا. كنتمنى انكم ديروها وتجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. وبالنسبه لي فروي ساك ولا المكسرات ممكن تغيروها على حسب شنو اللي كيكون عندكم، ممكن تزيدوا لينوا، تزيدوا لنوازيت، على حسب شنو اللي موجود في الدار، ماشي بالضروري هادشي يعني بالنسبه للمكسرات عندكم انكم تغيروا تزيدوا فيها تنقصوا منها تبدلوا حاجه بحاجه، ماشي مشكل. المهم يكون فيها المكسرات اللي كتكون عندها واحد الدور مهم بالنسبه للاطفال ديالنا. انا كنركز ديما في اي حاجه كنركز كنفكر فيها واش غادي ينفع الاطفال ولا لا. هذا هو كنقول، انا كنقولها ديما كنقول هذا هو الهم ديال الام، انا نورمالمون كتفكر نورمالمون في وليداتها اول حاجه. وكنتمنى بالفعل انكم تجربوها ليهم، والله الا غتكون في فريمون غتعجبكم بزاف. ونقص السكر كما قلت لكم انا السكر نحاولوا ما امكن نتفاداو ونقصوا منه لو ماكسيموم، لانه بالفعل هو اللي كي يعني بالنسبه حتى لومانيتي ولا بالنسبه ل اش كيقولوا لها المناعة ديال 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 الأطفال ديالنا والله كيأثر عليها بزاف. كنتمنى أن نورمالمون ديما نعطيو لهم الحاجة اللي كتكون طبيعية واللي غادي تفيدهم وصحتهم. بهذا الشكل كيكون هذا هو الطبق النهائي ديال لي كوكيز، وهكذا كيكون الشكل ديالهم المنظر ديالهم اللي فريمون كيشهي بزاف. وما نقول لكم شو الريحه ديالهم كيفاش طالعه فريمون، ولوغو ديالهم سبيسيال وناقص حلاوه، باش هذيك نورمالمون حتى فاش كيكون لو كاتو فيه سكر بزاف ما كيخليناش نطعمو نورمالمون المواد اللي فيه ولا داك لي فروي كل حاجه كيفاش عاملينها. كنتمنى انه بالفعل انا نورمالمون تعودوا شي شويه انا نقصوا من السكر، وهنايا ونعتمدوا حتى المواد الطبيعيه اللي مسكره، بحال نورمالمون هنايا عملت زبيب باش عودت انا نورمالمون خنقص من السكر، عودت بهذا الزبيب هذا اللي غادي يخلي لي انا لو كاتو ديالي متوازن. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هادي ديال لي كوكيز، ان شاء الله اللي غادي تعجبكم وغتروقكم وغتشوفوها مناسبه بزاف للوليدات ديالنا. حاجه اخرى كنرحب بالمشتركين الجدد، وكنتمنى ان الافكار ديالنا اللي كنقدموها ولا الوصفات اللي كنقدموها تروقكم. وكنتمنى من الناس ديالي اللي صافي لونطون باش هما متبعين القناه يعملوا لي لايكات على الفيديوهات باش نعرف انه مالمو شنو الحاجه اللي كتروقهم اكثر. وشكرا للجميع على الدعم وعلى المشاركه، وكنتمنى انه يبارطاجيو مع كل العائله باش كتعمل فائده والناس كاملين كيستافدوا من افكار جديده، لانه ديجا الطبخ يعني هو عباره عن فكره او فن، يعني كل واحد ممكن يختار او يبتكر حاجه جديده في الطبع في الاطباق ديالو. هذه هي الفكره ديال القناه كما كنقول لكم دائما، وكنتمنى لكم من كل قلبي التوفيق في حياتكم ويا ربي يسعدكم، ومع الف سلامه.